متابعين جداد دابا دخلوا القناه ديالي سلموا عليهم اخويا الزيتوني. سلموا عليهم والله الا واحد متابعين جدد والناس القدام. اه والله العظيم تفضل حيت صورت مع فاطمه الزهراء الفيديو اللي صورت معها صراحه دخلوا عندي الناس من عندها شكرا لهم بزاف ومرحبا بهم وكنتمنى نكون عند حسن ظنهم ان شاء الله المحتوى ديالي يعجبهم والله العظيم حيت التشجيعات ديال الناس بالكومنتات ديالها. اهلا وسهلا بكم مرحبا بكم كاملين في القناه ديالي مرحبا بكم في الفيديو ديالي وفيديو جديد مع عزيزوني والله الا عزيزوني عزيزوني زينه مرحبا بكم المتابعين ديال زينه شاركوا مع واحد البارطاج اللي فيها بزاف الاصلاحات مع زينه كنا بغينا نشاركوها من اللي ديال ساره زينه كانت شويه مشغوله دابا غنشاركوا معكم الاصلاحات كامله ومرحبا بكم كنحييها بعدا اول حاجه حيت غتشوف لابارتمون ديالها الاصلاحات وكانت المتابعه يعني كنت كنعرفها في الاول قبل ما تشري لابارتمون وكنت انا اللي وقفت معها باش تاخذ لابارتمون هادي حيت كانت هي بغات واه وديك خاصها تنشط موهبه ليها البحر الله يرضي عليها زعما قالوا ما كاينو ما بقاوش لابارتمون هنايا اللي كيطلعوا على البحر كتسول على لابارتمون كتطلع على البحر كيقول لك ما بقاتش وكانت قالت لي والو زينه كنا كنهضر في التليفون شي ساعه عندما قال لي كتقول لي والو شوفي لي شي ابارتمون في معايا عافاك باش نلقى شي ابارتمون على الاقل كطل شويه على البحر فوالا واش فيها هذا راه كطل على البحر ماشي كطل شويه على البحر صراحه والله العظيم انا نيتها في البيت والحمد لله ربي عطاها واحد ابارتمون قال لك على نيتكم على نيتكم ترزقون يعني سيده الله يعمرها دار عطاها ربي واحد ابارتمون زوينه لا هي ولا مولدها من المشجعين من المشجعين بالقناه ديالي ديما تلقاو معايا ديما تيشجعوني ديما كينصحوني ديما تحيه كبيره لهاد السيده هادي والله العظيم واخا نهضر عليها الفيديو كامل ما غاديش نقدر نوفي داك الشكر لهاد السيده لا بغيتي لي مسكينه قلت لي راه اختيار زينه وهي اللي اختارت لي لافاك صراحه والحمد لله ما خيبنيش الله الحمد لله وتهي صراحه ولكن كنطلع البحر ولي الناس اكيد غنوريهم ضروري حيت البحر كيعطينا واحد الطاقه زوينه ملي كنطلع على البحر وكنشوف البحر كيعطينا واحد الطاقه زوينه واحد الانرجي واحد الشكل ولكن نسمعوا الكاميرا بان ليا شوفوا 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 كيبان انا غادي نضوي الكاميرا باش يبان شطر التاسع تحيه للناس ديال شطر التاسع تحيه للصديقه ديالي حتى هي راه كاينه في هذا لابارتمون هذه 172 راه عاد هضرت معها دابا غادي تشوف ان شاء الله على الفيديو ديال اليوم وها هو البحر شوفوا تبارك الله شوفوا البحر غيبان من تما واخا تكون غير واقف انت دابا ملي كطل راه كيبان لك البحر بطبيعة الحال ولا تما تيلعب في ديك لاكورنيش والجو زوين والله العظيم يا الجو واعر غنشوفو هنايا عاوتاني نشوفو الشطر التاسع ونشوفو من هنايا عاد نبداو ديك الساعات نشوفو الاصلاحات اللي دارت هاد السيدة هادي هانتوما تخيلوا دابا معايا غير واقفة السيدة كتغسل المواعن ديالها يعني دارت هاد البوزيسيون ديال سميتو ديال المواعن في المكان المناسب تكون غير واقفة شوف البحر شوف ربي سبحان الله باش اللي غنوقف هنا في الكوزينه والله العظيم اللي عطاها ربي داكشي اللي تمنات وحق الله الحمد لله فرحانه ليها بزاف تبارك الله عليها ولابارتمون ديالها دارت اصلاحات واعرين ما شاء الله غادي نبداو ان شاء الله واقيلا من برا ياك الزيتون وملي كنهضروا على الاصلاحات الزيتون ياك الصبغه زوينه دارت في الابيض ما دارش الالوان بزاف يعني دارت داكشي سامبل باش تبان الضه كبيره وفريمون كبراتها عرفتي ملي حيدت عاوتاني حتى هي داك الحيط عرفتي بانت الكوزينه بحال تقول هذه كوزينه كبيره هي راه سمحات في واحد البيت باش تكبر الكوزينه ولا عندها واحد واحد البلاصه بحال هكا كبيره ما شاء الله واحد البلاصه انتيم ديال مالي الدار هنايا شفتو شوف سي جو بيسا شنو هي البلاصه ديال ما دارش هنايا التلفازه التلفازه هي البلاصه هنايا فالصراحه هذا البلاصه ومازال تقول الدار هنايا عندها كلشي هنا لطيف هي يعني العالم ديالها خاص عرفتي هاد السيده هادي ما شاء الله في الاول بغينا نسدو هاد الباب هادو ونفتحو مثلا في الكوزينه لا من الاحسن الاحسن فوالا باش عرفتي ما تهرس ديك الشوفه ديال الصالون صافي سد عليها صافي راه كلشي عندها العالم ديالها الكليسه ديالها هنايا غدير شي كليسه ان شاء الله هنايا التلفازه لانتيرفون كما قلتي كلشي حداها والكوزينه تبارك الله شوفوا انا صراحه كنت بغيت نخلي الكوزينه حتى الاخر ولكن ما قدرتش ماشي مشكل المهم غير ناخذ واحد الفكره عامه بعدا ناخذ واحد الفكره عامه على هذه الكوزينه هذه الكبيره ما شاء الله دارت لي البوطاجي كبير بحال هكا دارت بلاصه ديال الثلاجه الزليج زوين ما شاء الله هاد الزليج حتى هو زوين درت داك الليفي ديال الحجر ياك بحال الحجر تحشرت فوالا دارت البريزات يعني فين ما مشيتي كتلقى البريز ما شاء الله عاوتاني بدلات هنايا نوعات شي شويه الزليج هنا عاوتاني
والخام طبيعه الحال درت هذا شويه عريض فهمتي اللي سباس وتخافاي شي شويه مزيان تحط فيه ولا تاكل فيه ولا اللي بغات صراحه. المهم زوين هذا الشيء صراحه. هذه هي البلاصه ديال الثلاجه صراحه كبيره الكوزينه بنت ما شاء الله. شوفي البلاصه ديال الشوف عاوتاني فكرت دارت لك تما البلاصه ديال الشوف صحابي غير نيش خلاتو نيش مزيان هما اصلا باينين ديال الشوف مخيره فوالا برافو. دارت هاد البلاصه هادي باش تحفرها لا بلاصه سميتو داك شنو باش تحفرها لا تخون ديال باش تخرج ديك غتحفرها غير تحفرها كانت راسي دابا مزيانه ودارت هاد النيش بحال هكا مخيرين وهذا الصباغه اللي جات شي شويه بشكل لا ماشي مشكل هاد اللون الصباغه ما عرفت هو رجع مزيان يعني اللون راه بحال فوالا يعني كاين واحد الغابيل بين زعما الزليج مع هذا اللون هذا اللي درتو الفوق المهم لي سبوت ديالها لي سبوت ها ثلاثه ديال لي سبوت تما عاوتاني هنايا الزيتون يتفنن لينا في القبص الزيتون ها نتوما غتشوفوا دابا كيضحك لا لا عاملين كنبدا نصور الخدمه ديالو كاين شي عجبك الحال تفنن لنا هنا شويه ولكن كاين هذا الفوسبول هذا الفوندو هنايا خليناش مثلا نديرو بياسه واحده مثلا كيف فوندو هذا راه فوندو علاش ما طولتيهاش الزيتون هذيك هذيك بغيتيهاش بغيتيهاش غير تحدها ها زعما حبسيها حبسيها تما ما خرجها الخام واش حطيتها وهي ماشي مشكل واخا تكملها حتى لهنا ماشي مشكل كنظن زعما علاش المهم انت حبسيها تما ولكن بامكانها توصل حتى لهنا وغادي تغطي داك المشكل ديال الفوندو تما كيقولوا ما هذا راه فوندو زعما كيما درتي الديكور تما وغطى داك سميتو غتكمل تكمل به حتى لهنا لا لا زعما باش تكون معاك ايوا ما بغيتيش تعاود ماشي دابا غير كنضحك دابا ما كان نتبادل الافكار فهمتي ايوا صافي هادشي اللي كان المهم طيب مثلا مع الفوندو هذا راه كتكون بياسه كامله هذه تخرج هذه الفوندو مزيان مزيان كلشي مزيان حتى هذيك راه بامكانها تجي حتى لتما شنو المشكل الا كبرتها ديك الرخامه هذه هذه سباسيون جي حتى لهنا علاش لا شنو المشكل عرفت انا غير قلبها علاش زعما حتى شويه المهم ماشي بزاف ماشي كاع حتى لتما الزيتون هنا واحد شويه بعدا علاش لا وكتجي دايره شي شويه ديك الرخامه كتجي دايره فوالا فهاد الجناب هادو كتجي دايره المهم حيت دابا تبارك الله راه وسعت الكوزينه يعني كاع واخا توصلها حتى لهنا كيما قلت لك واحد شويه تزيد واحد شويه راه ماغاديش ماشي مشكل كيبقى تيساع كيبقى فوالا المهم ماشي مشكل دايزه ماشي مشكل مزيانه صراحه الديكور زوين القبص اللي درتي صراحه سامبل ما درتيش داكشي طرو شارجي وهذا حتى هي يعني فكرت انها هي اللي بغات دير القبص هي اللي بغات دير الصباغه في البيض هي اللي بغات دير مزيان برافو الفكره ديال الصباغه احسن حاجه والله العظيم جاتي كيبان داكشي سامبل وبيض صفاء وتنفض البحر مع الجو ديال البحر والله العظيم حتى الزليج دارته زوين ما شاء الله هاد لابوند اللي حتى هي اللي دارتها هنايا في الجناب زوينه لا لا تبارك الله هذا الشيء زوين الله يسخر داكشي اصلاح زوين خفيف كما قلتي ولكن عملي يعني كنقولوا اصلاح عملي راه عملي دابا انا حمقاتني هاد الكوزينة دابا غنفرق شتي الضو دابا كل مثلا الضو هنا مثلا هنا غنفرق شويه انا غادي نمشي لهنايا باش نشوف ملي تشعل مثلا على دابا مثلا الضو مفرق اربعه ديال الداخل هما دابا شاعل هما الضو خفيف كاين عاوتاني هذا واش تعاوتاني يعني مفرق ممكن تحكم فيه كيف ما بغات كيف ما بغات فوالا مخيره ايوا مزيان هذا الشيء والله الا ما شاء الله كتدخل بحال ملي كتدخل مثلا باش تشعل ديال الكوزينه راه كتشعل من هنا وهذا الشيء ديال البارك وراه كتسمى هنايا كتشعل من هنا ديال البارك ولا بغات غير تشعل هنايا فوالا فوالا هنا اللي بان لي كثرتي شي شويه لي سبوت ولا لا زعما سباس صغير ما يحتاجش هذا الشيء كامل ديال لي سبوت لا لا على حساب باش يعطي الضوء كوزين حتى جوج ولا لا حيت تبارك الله كاين الضوء راه دابا كلهم هذوك راهم فرحين دابا مثلا ثلاثه ديال هذو عاوتاني بوحدهم فوالا هذو ديال كنت انا نفضل مثلا يداروا غير هذو اللي جاو هكا ما يداروش هذوك العرض ديال العرض دارك الله غيعطيو الضوء كوزين كوزين قد ما ضويتها سميتو بصح ايوا مزيان ما دارش الليد لا اللي ما خلاش ما بغاتوش مزيان ماشي ضروري لا ماشي ضروري والله العظيم الا صراحه ما شاء الله زوينه زوينه لا لا تبارك الله هذه كوزينه ناضيه دابا غادي نشوف ان شاء الله الصالون ياك هذا هو الصالون احسن حاجه كان باب الكوزينه اللي سديناه حيداتو سداتو وخلات ديال البيت خلات ديال البيت فوالا يعني ديال البيت ما ما ما
ما قصتوش. لا ما كنت نقول بلاصو مزيان حيت كانت هذه البيت وكانت هنايا الدخله ديال الكوزينه فوالا. وداك الحيط باش غير نرجعوا الناس نقولوا لهم زعما شنو وقع شنو الموديفيكاسيون اللي دارت. كانت هنايا الكوزينه ياك الكوزينه كان الباب ديالها فوالا، كان الباب ديالها حدا الصالون كتدخل وفاص معاك الكوزينه. الكوزينه وكان الحيط ديالها من هنايا من هنايا جيت حتى هنايا فوالا. دابا تحيد داك الحيط وصافي لقات الكوزينه مع الكوزينه. هي الفكره في الاول اللي كانت باغا دير كانت باغا تسمع الطريق، كانت باغا تخلي هذا الحيط هذا الاخر من ناحيه الحيط كامل عاد بان ليها وقيلا شتي. دابا هي كنصحاب واش كاين شي سريع هنا اللي غادير دابا غير نص الحيط غير في دخول هذا البيت صافي كيبناها كامل راجل من بلاصتها هنا حتى مزيان. دابا ولا داخل فيها انا صراحه هذه البياسه دابا كتسرقوا هنا داك الباركو مع البيت شركات كلشي هي عطات اتساع هادشي اللي كاين. المهم كيما كتشوفوا هنايا الصالون بسميتو ديالو بالكبس ديالو حتى هو درتي سامبل زيتوني كلشي سامبل. دابا خدمتي ديما على السامبل وقتاش كدير داكشي؟ لا لا ديما كثير وباقي ديك الزواقه اللي كتشوفها. هاي هاديك ما شفتها الديكور. لا هاديك مفاجاه واعر درتو سامبل بس التلفازه عرفتي هي السيده هادي باغا الابيض سامبل احسن حاجه كلشي البيض. اي ديكور اي حاجه كتحطها في البيض كيبان كي طيب صراحه. ان شاء الله دابا نرجعوا ان شاء الله مره اخرى باش تحيد هذا الشيء. لا مازال من بعد دابا تحيد هذا الشيء ان شاء الله ونركبوا ديك الزواقه راه باقا ديك اليوم حتى ديك اليوم الزواقه مزيانه. شنو الى لون دارتها الى لون غديرها؟ نقدر نديروها في سميتو اللون تاع العودني تكون فوالا من الاحسن ما يكونش ديك الكحل. لا لا ماشي الكحل كيعجبني ديك الكحل كيجي غامق مزيان ايوا هذا الشيء اللي كان مهم هنايا المراح تبارك الله عندها اتساع صراحه في لابارتمون كما قلنا. دابا هذه راه ولات لا دابا هذه ولات خاصه كويزين امريكان هذه خاصه هي دابا صافي تدخل تسد عليها والله العظيم احسن حاجه خليها ديال الصاله خليها الدار ديالها ديما نقيه. هنايا راه خلات دو شومبر مازال تبارك الله راه خلات ايوا هنايا كاينه لا شومبر وحده اخرى راه فيها البالكون ديالها حيت هاد لو تيب هذا باش كان كيعجبني عنده جوج ديال الواجهات. دابا هي عندها قليطريه ورباطيه فوالا هادشي اللي كان المهم. هذا هو البالكون الثاني نورمالمون اللي كان خلاتو درت له غير الزليج بحال اللي دارت في الكوزينه ودارت حتى القبص شتي طلعت طلعت في البالكون برافو. نشوف نطلب من تما خويا الزيتوني نشوف شنو غادي يبان لنا الناس ديال الشطر التاسع. ها انتم شوفوا تبارك الله الشميشه عندها عندها لابارتمون زوينه رباطيه وفي نفس الوقت قنيطريه. من هنا كتشوف الشميشه ومن الجهه الاخرى كتشوف البحر. درت القص هنا سامبل والضو عاوتاني فرق هنايا ثلاثه شنو درتي هنايا؟ شكون بعد كريستيان اللي صايب كريستيان واحد الصديق ديالي ابراهيم. ابراهيم تبارك الله عليه هو اللي صايب في هذاك لابارتمون ديال امين؟ لا لا ماشي هو ماشي هو داكو. وتبارك الله عليه صراحه صايب الضو مزيان لي سبوت هما هادوك ما دارش هي داكشي بالوص. لا لا الوص راني ما درتوش ديال برافو عليها ما درتوش ديال الوص وليت كاع ما دارتوش الدار كامله الدار كامله ما كاينش برافو. ايوا المهم هنايا كما كتشوفوا ها هو الباركون ديالها لا شوب هي هادي ما بدات فيها والو والقبصه عاوتاني دارت هنايا واحد شتي زوين هاد الديكور اللي درتي هنايا شنو انت يا خويا برافو عليك هاد المره عندك 10 على 10 زعما رانا معلمه في القبص. لا لا والله العظيم لا صراحه كيكون واحد القبص كيعجبك كيكون سامبل تيعجبك ايوا هادشي اللي كاين. المهم تبارك الله عليك صراحه زوين هادشي ما شاء الله. الدخله ديال الدار هي هادي وعندها واحد لا شومب هنايا ودارت واحد البلاكار ما شاء الله. هذا البلاكار كامل برافو ما شاء الله بلاكار احسن بلاكار ذات واقعه بان لي احسن بلاكار في جوهره البحر هو هذا. يعني الناس نورمالمون كيفكروا يديروا البلاكارات ديما على هذه البلاصه ولا هذا الحيط هذا اللي كيكون صغير كيجي صغير. هذا دابا دابا الطول الطول ديال ديال الشغل عرفتي تبارك الله ما شاء الله بحال دريسينغ بلاكار طويل وغتستغلو مزيان. درت الفوق فوالا ولتحت ودرت ديك فهمتي والله الا ما شاء الله برافو عليها. والبيت راه بقى ليها راه تبارك الله كاين اتساع كاين اتساع حيت دابا الواحد كيفكر بانه ولا داروا بحال هكا بالطول غادي يدي ليه لي سباس ولا لا ولكن على حسب الناموسيه. كيفاش فكرتي دير هاد شويه هاد ديال القفص هنايا؟ هادي صورات هي اللي عطاتني هي اللي دارت الفكره واعر هي اللي عطاتني هاد الفكره.
ايوا تبارك الله عليها ما شاء الله ديالها برافو عليها هي كيعطيني هذا الموضوع شتي اذا دابا انت كتخدم الناس كتاخذ بالافكار ديالهم بحال دابا مثلا بالافكار ديالك بحال مثلا المرح والبيزات الاخرين قالت لي صوب شي حاجه مزيانه جوج عندك في الصالون هذا برافو مزيان كلكم الصراحه نجحتوا في الاختيار جوج بياسات وكل مثلا ياك وتبارك الله عليكم وانا شنو عطيتيني اشنو عطيتوني انت باش خليتوني باش انا نديرو دابا انت غتعطيني سميتو ملاحظه دابا انا عطيتكم لابارتمون اختيار الاول على الاساس كاع انت اللي بغيتك توصل تقولو انا عطيتكم الاختيار حيت انا اللي اختاريت معاها لابارتمون انا كتهني مسكينه قالت لي راه خليتي الزينه اختارت لي البارتمون اللي انا باغي ايوا شتي دونك انا اللي اختاريت لها لابارتمون وانت اختاريت انا تفاجئت قلت لي راه زينه اللي الله يحفظ هذيك السيده العزيزه عليا هذيك السيده الله يعمرها دار ايوا تبارك الله عليها راه لابارتمون ديالها صراحه زوينه ما شاء الله وهنايا بطبيعه الحال ما درتش شي تغييرات بزاف الحمام وكان حيدت غير داك سميتو فوالا المهم تيتبقى ان شاء الله وعاود نصورو ياك اخويا عزيز تيتبقى القضيه شي شويه ديال الميناج ان شاء الله المهم دابا غير نوريو هكا الناس يعني الاصلاحات اللي داروا في هاد لابارتمون هادي ما شاء الله اصلاحات زوينه وهذا الشيء اللي كاين هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم كان صراحه الفيديو زوين اصلاحات زوينه تبارك الله على السيده صراحه لابارتمون ديالها زوينه صراحه ما كاين حتى شي ملاحظه صراحه ياك اخويا زيتوني اي داك الشيء ان شاء الله ما شاء الله 100% الكباس نجح والبناي والكريسيال والصبار حتى هو صراحه تبارك الله عليكم ما كاينش حتى شي مشكل يعني لا ما كاينش حتى شي دار للسيده ولا شي خدا شويه الوقت ولكن على حسب من جيتكم نتوما كمعلمين ولا من جيت هي كانت غدا شويه بشويه لا هي غدا شويه بشويه حتى معي حتى الخدمه كاينه حيت كنهضر انا على اساس زعما المعلمين واش هما اللي داروا الوطار يعني من عندهم الا كانت موطرة ماشي مشكل يعني لا لا يعني غير داك الشيء واحد بواحد يعني مثلا كيكونش واحد مثلا كيدخل واحد مورا واحد حنا لا جاي هشام دوز واحد الوقيته مثلا مورا جيت انايا عاوتاني ومجا رضوان يعني كاين يعني انت رضوان خدم هنايا ايوا هادشي كاين حنا هادشي اللي بغينا صراحه يعني يكونوا اصلاحات زوينين والمعلمين حتى هما يكون عندهم الكلمه والخدمه ديالهم تكون دار شويه ديال الوقت ولكن داكشي غادي شويه شويه يعني خدا شويه النتيجه مزيانه لا دار شويه ديال الوقت يعني ماشي مشكل شنو باقي ليها دابا شنو باقي ليها باقي ليها حاليا دابا غير الصباغه اللي بقات حاليا وباقي واحد الجزء باقي ليها بحال هاد لي غوتوش هادو ها هما غير باش ما ينساهمش ما تبغاش هاد شنو هاد البلاصه هاد لا ماشي شنو هادك وجات في الشكل بانت في الشكل لا حيت هذا دابا غيقتل هذا الخط هذا يولي بان بيت هو داك الشيء حيت كاين شويه ديال لا حيت دابا الفينيسيون فوالا غير باش يرد البال حيت كاينين واحد لي ديتاي الواحد ما كيردش ليهم البال لا باقي دابا هو بحال الفوق لي دابا لازم نزيد بابي كولا هو غيحيد يعني باقي ما سالاش نص فينيسيون شويه خصو يعاود يكمل في يدور على الدار ويشوف الفينيسيون بحال دابا هذا هاد راه كاين داك داير داك السكوتش يعني غير حيد داك السكوتش ما يبقاش داك الشيء لا ضروري يكمل بعدا مثلا مثلا كيتغسل داك الشيء عشان كتحيد داك الشيء اللي كاين المهم الله يسخر البحر جيت البحر والله الا جيت البحر ايوا اذا هذا هو الفيديو دابا ديال اليوم شكرا للمتابعه شكرا لك خويا زيتوني على هاد الجوله هادي على هاد الاصلاحات هادشي كله باش نشاركوا مع الناس الاصلاحات ونشاركوا معاهم الافكار ونشاركوا معاهم حنا كنتعاونوا كاملين باش الناس عاوتاني تاخذ الافكار ونشوف مثلا اكيد اكيد كلهم النمره ديالك اخويا الزيتوني النمره ديالي 06 70 67 91 62 النمره ديال الدراري الاخرين ديال رضوان اكيد غنحطهم ان شاء الله في الوصف غادي نحط كاع النمره واخا تبقى حتى النمره ديالي حيت واقيلا ما سمعتهاش مزيان عاود على كان ممكن 06 70 67 91 فوالا هادي النمره ديال الزيتوني الكبص اللي بغا شي حاجه بالكبص راه صراحه الله يعمرها دار كلشي اللي كيخدم عنده صراحه ما عمر
شي واحد تشكى ليا منه دابا شنو اللي ما عجبكش هنا مزيان؟ عطينا دابا السيمية ديال الخدمة. لا لا والله كلشي مزيان. كلشي مزيان؟ تبارك الله. صوري عليك. الله يعطيكم الصحة. السلام عليكم. طلعنا للسطح باش نشوفوا البحر. عرفتي شفت واحد القضية هنا داروها الباب زوينة. ياش؟ قدرت نفع الناس هاهي. حليت الباب وهانت. هذاك سميتو باش ما بقاش يتسدح الباب. ماشي هاي شوف كتصور هاي داروا هاد اللعيبه بحال هكا هاي ما كملاش والله زوينه شي سلسله شحال زوينه شحال المشكل المهم هو الفكره باش ما بقاش يتسدح الباب كيتسدح عرفتي كيعطي واحد الصوت تقول الزلزال ضرب تقول تسونامي ياك والله الا احسن حاجه ها انتم عتني عندها انها الا طلعت للسطح تشوف البحر واعر 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 المهم ربي ما خيبهاش عطاها احسن ابارتمون وقيلا هاد العمارة ما سكن فيها حتى شي واحد صافي حيت شتهم باقي السطح باقي ما فيهش لا لا كاين كاينين الناس اللي ساكنين في هاد العمارة هادي كنسلمو عليهم وشوفوا عاوتاني هنايا الاجواء ديال البحر شوفوا تبارك الله هانتوما تاع السطح ويبان ليها البحر ولا بغات تعطيني تهبط حتى لحدا راه تهبط الا بغات تهبط المهم فين ما تنط تلقى البحر هذه هي جوهرة البحر شطر تاسع ايوا هادشي اللي كاين المهم هادي ما هادي هي الاجواء ديناسيون كتبان هنايا شتي واحد البروجي تما بعيده الزيتون شتيه واحد لي بانغالو شتيهم شنو واحد الفيلا صغيورين شتيهم هادو تابعين ديال لا سميتها ديال ديناسيون مثلا ديال حدا البارج ديال الجونطان ديال راه ما شفتهم عاد كيتبناو كيتبناو البقره هادي حتى هي من هنايا من الفوق البحر زوينه الشميشه وهادو صايبوه هنايا هاد البلاصه هادي شتيها الكولا واش كنت على وديت الماء دابا هادو تفقوا هكا لهاد هاد الناس هادو داروا ياك حتى تاع هو الفيديو ديالنا ديال اليوم شكرا لكم كانت فيديو زوين صراحه صراحه زوينه صراحه نستافدوا زين عاوتاني باش ما تشد عناش الخدمه عاوتاني تبان مره يكون خير لا لا اكيد اكيد غندمد ان شاء الله كاينين متابعين جداد دابا دخلوا القناه ديالي سلموا عليهم اخويا الزيتوني سلموا عليهم والله واحد المتابعين زوين والناس القدام والله العظيم تفضل حيت صورت مع فاطمه الزهراء الفيديو اللي صورت معها صراحه دخلوا عندي الناس من عندها شكرا لهم بزاف ومرحبا بهم وكنتمنى نكون عند حسن ظنهم ان شاء الله المحتوى ديالي يعجبهم والله العظيم حيت التشجيعات ديال الناس بلي كومونتير ديالهم وعاد دخلوا عندي الناس قراو معايا من في اكادير والله العظيم ايوا هادشي اللي كان يلاه كنسلم عليكم كاملين وكنقول لكم شكرا على لي كومونتير ديالكم على التشجيعات ديالكم المتابعين الجداد يتهلاو زينب لي بارطاج ولي لايك ضروري ضروري ما تخاش اخي الزيتوني بلا ما بلا ما تصي اي ضروري ضروري يلاه تبارك الله عليكم سلام يلاه سلام